There we go. Recording. Then, according to you, what happened in Sidi Bouzid on the 17th of December of 2010? بالنسبة لي شنو صار بالضبط نهار 17 ديسمبر 2010. 17 ديسمبر 2010 كنت داير معايا أنا من 6 متاع العشية والأكثر بشوية لأنه الخبر والحدث اللي صار ما كانش الحياة الإعلامية والحياة الصحفية ما كانتش طبيعية في تونس، كان تنقل الخبر كان بصعوبة جدا، كنا معناتها نستعملوا الطرق البدائية اللي هي الفيسبوك ولا البلوج، وتنقل المعلومة كان صعيب ياسر، وصلتنا معلومة إنه بعض التحركات بدأت في سيدي بوزيد مع 6 متاع العشية، وبدأ يهبط أول فيديو على إنه شاب تونسي يخدم خضار قام بحرق نفسه وأثر إنه امرأة تخدم في مراقبة بلدية تعطيه كف. اثرها بدات معناتها اول احلام سيدي بوزيد واول تحرك واول ناس بدات تتكلم قدام مقر الولايه، وعلى اثره تقريبا بالنسبه لنا كان الخبر شحيح ياسر معناتها في تونس، كانت قله الاخبار اللي توصل لنا. على اثرها حاولنا على ان الخبر هذا نتعاطاو معه باكثر جديه وباكثر مهنيه وباكثر حرفيه ونحاول نوصلوه للناس، وقع تداوله بشكل كبير على صفحات الفيسبوك، وقمنا بمهمة أخرى هي أن نوصلوا الفيديو هذوما للقنوات العالمية كما الجزيرة العربية وغيره، والجزيرة قامت بنشر الفيديو هذا واخذ صيت على نطاق واسع، وما كناش نتخيلوا أنها ثورة وأنها حتى انتفاضة وأنها تحرك شعبي، لكنها جزء من محور معناتها بتاع الظلم والاستبداد والقهر والتهميش الطبقات هذه اللي قاعد يتوصل في تونس أكثر من 23 سنة. And what is the Tunisian revolution according to you? بالنسبة لك شنو هي الثورة التونسية؟ الثورة التونسية بالنسبة لي هي في نقطة فاصلة في تغيير وجه العالم ككل. بالنسبة لي الثورة التونسية هي أول انتصار في القرن العشرين في القرن الواحد وعشرين على الظلم وعلى الاستبداد، هي أول ثورة تكون سلمية 100%، والشعب التونسي ما قام حتى معناتها لحمل سلاح ولا اعتداء بعنف على حتى حد ولا اي كان. هذه اول ثوره من نوعها في العالم تكون بالشكل هذا، وهي نقطه فاصله ما بين عصر متاع استبداد وعصر منتظروها انه عصر نهوض وتقدم مش لتونس كهو بل للمنطقه كامله وللامه العربيه الاسلاميه كامله. What was the first answer? The answer about the 17th of December? They said that in the previous age, the media is not normal because it was somehow controlled. Mm-hmm. Anyone, no one who thought that this little action will spread and create a kind of revolution. Mm-hmm. But there was the first video was on Facebook, which is recorded by normal citizens. Mm-hmm. And in which there's the informations about that Bouzizi was violated by a woman who slapped him in his face. Mm-hmm. And what do you believe about that story, about the 17th of December story, this little action that you mentioned? بالتحديد كيفاش انت ترى القصة متاع المدام بديعة حمدي اللي ضربت بوزيزي في وجهه واللي على إثرها انجر إنه أحرق روحه؟ هو الأحداث هذه متاع الصراع تقريبا يصير ما بين اللي نسميه الانتصاب الفوضوي والبلدية، هذا تقريبا يوميا نشوف فيه. احنا اليوم فما طبقة كبيرة من الشعب التونسي، عندنا أكثر من 800 ألف بطال في تونس، فيهم جزء كبير معناتها يقتات على العائلات نتاعو بالطريقة هذه اللي احنا نشوفوا فيها كما الطريقة اللي يعيش بها البوزيزي، ويوميا نشوفوا في الكر والفر والهربان نتاعهم من البلدية. فكانت الحادثة في إطارها العادي بالطريقة هذه، وكان اعتداء بالعنف من فادي حمدي انها ضربت البوعزيزي، فكان التعاطي نتاعنا انه جزء من الظلم نتاع الدوله ككل على طبقه من طبقات الشعب التونسي كان بالطريقه هذه، وهو كنا نعتبروه جزء من سياق الظلم لاجهزه الدوله ككل
على المواطن التونسي، وهي صورة لخصت الظلم نتاع 23 سنة وتعطينا بالمفهوم هذا. وكنا نعتبره في الأيام الأولى معناتها أن البوعزيزي هو ضحية من ضحايا النظام كما بقية الضحايا الأخرين اللي كانوا يتعطوا سياسيا أو على أساس الحريات، أو الناس اللي مشات وحاولت أنها تحرق البحر، وكانت عندنا قضية معناتها كيف كنا نتعطوها بشكل كبير في الصحافة الرقمية، هو أنه قضية الناس اللي تحرق، الناس البطالة اللي تسلم في بلادها وتقوم بالهجرة السرية لإيطاليا، وكانت معناتها تقريبا نسبة كبيرة منهم، أكثر من 50% منهم ما يوصلوش الغاديكا ويغرقوا ياكلوا بالحوت. بالشكل هذا كنا نتعاطاو مع البوعزيزي وفادية. ما هيش قضية شخصية، لكن هي قضية مرتبطة بالواقع متاع تونس كامل والتونسي ككل، وعلاقته بأجهزة الدولة اللي هي ظلمته في جميع الأوقات. That days, that was kind of normal action, because we are seeing such behavior every day. The relationship between the governmental tools and the citizen, that's really normal, just like the illegal immigration to Italy. It's that the same thing. لكن الحاجة اللي ما هيش طبيعية في الحادثة هذه هو ردة الفعل متاع البوعزيزي أنه حرق روحه. وهذه اللي كانت معناتها نقلة نوعية في التعاطي ما بين الظلم والظالم. معناتها كان المظلوم تقريبا ديما يسكت، لكن البوعزيزي قام بردة الفعل، وردة الفعل كانت على روحه هو مش على ناس أخرين، وهذه هي اللي خذت الحدث أكبر من حجمه بيسر. What wasn't really normal is the reaction of Mohamed Bouazizi, how he reacted against such governmental behavior, and that was kind of symbol. I mean, that's not normal that such to see such reaction every day. What did you get out of this revolution? شنو تعلمت ولا ربحت ولا خذيت